شمال جنوب وغرب وشرق، اعطي صوتك واعمل فرق، انت اردني ولك الحق، صوتك بكره رح يفرق. جدك يا بن خريزي شد اخوك ومن هالايد، روح صوت على اكيد، صوتك بكره رح يفرق. من اصل 4,140,000 ناخب وناخبه مسجلين في الهيئة المستقلة للانتخاب، توجه إلى صناديق الاقتراع الموزعة في كافة محافظات ومناطق وبوادي المملكة، حوالي 1.5 مليون مواطن ومواطنة لانتخاب 130 نائبا من بين 1,263 مرشحا لانتخابات الدورة 18 لمجلس النواب الأردني. وزير الإعلام الدكتور محمد المومني وبصفته الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد للصحفيين المشاركين في التغطية الانتخابية أن ما يميز هذه الانتخابات مشاركة كافة القوى السياسية والفعاليات الشعبية بها. شمال جنوب وغرب وشرق، أعطي صوتك وأعمل فرق. أريد لكل مواطن أردني أن يبادر وأن يقوم باختيار ممثله في المجلس النيابي القادم، هو حدث كبير على المستوى الوطني، وبالتالي كافة مؤسسات الدولة معنية أن تنجح بكافة تفاصيله وأن تظهر العملية الانتخابية على أعلى درجات الدقة وعلى أعلى درجات المسؤولية الوطنية والنزاهة التي نأملها جميعا. إحنا يحق لنا في الأردن أن نفتخر والحمد لله أننا نحتكم في نقاشاتنا العامة وفي القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، نحتكم لصناديق الاقتراع ونحتكم بالانتخابات في ظل إقليم ترتفع فيه صوت المدافع وتسيل الدماء في كثير من المدن والقرى. هذا يدل على مصداقية مشروع الإصلاح السياسي الأردني، يدل بوضوح على احترافية مؤسسات الدولة وحكمة القيادة والقرار الأردني بأن أوصلنا بلدنا في هذا الإقليم المضطرب إلى هذه الدرجة المتميزة من التقدم الديمقراطي. الأردن ينتخب في إقليم يحترق، هذه عنوان فخار لكل مواطن أردني وأردنية. الإقبال شديد، هناك ازدحام في بعض مراكز الاقتراع، لا توجد ملاحظات تحتاج إلى يعني تركيز. الجهات الأمنية وفق الخطة الأمنية تعاملت وتتعامل مع كل حدث بنجاعة وفاعلية بالمعايير التي نعرفها في الأردن. هذه الانتخابات تسير على أحسن ما يرام، وإن شاء الله سيستمر هذا الهدوء حتى نهاية موعد الاقتراع في الساعة 7 مساء. المواطنون الأردنيون وبالأخص الناخبون منهم كانوا حريصين على مشاركة الجميع بعملية الاقتراع، وذلك لفرز مجلس نواب يكون على قدر كبير من المسؤولية. هذا العرس عرس أردني، عرس وطني مبني على الديمقراطية الشفافة، والكنيسة دائما بتأيد الديمقراطية، عشان هيك نتأمل من الجميع أنه يذهبوا إلى مراكز الاقتراع ويصوتوا بصوتهم، لأن الصوت هو أمانة، ويعطوا صوتهم للإنسان المناسب حتى يوصل همومهم ويرفع شأن الشباب وشأن الوطن عاليا. أتمنى على شبابنا وشاباتنا والجميع المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، ونداء لكافة أبناء محافظة البلقاء ومحافظات الوطن الجميل للاشتراك في العملية الانتخابية والقيام بالتصويت بما يخدم المصلحة الوطنية الأردنية. هذه الانتخابات ليس فقط لا غير على صعيد عمان، بل هي على صعيد الوطن كلياته. بأمانة عمان نحن نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين. همنا الأساسي هو إنجاح هذه العملية الديمقراطية بأن يكون وصول الناخبين إلى مواقعهم بشكل آمن وبشكل ميسر. زملائنا بإدارة السير و زملائنا في كل الجهات الرسمية، الشرطة، إدارة السير، الأمن العام، كل الشباب ما شاء الله يعني
قائمين بواجبنا حسب الأصول للوصول بهذه العملية إلى بر الأمان لأن تكون عمان الأجمل كما يريدها دائما أبو الحسين. بشكل عام الوعي بالقانون الانتخابي بالنسبة للناخبين موجود، متفاهمين جدا. حالات استثنائية فردية تم التعامل معها، تم توضيح لهم الإجراءات اللازمة عشان الانتخاب ومشت الأمور بكل أريحية. نسبة الاقتراع يعني كانت بالبداية هي ضعيفة، وبعدين يعني بعد ساعات بدأت ترتفع النسبة، وصلت لجيد وجيد جدا إن شاء الله إحنا بنأمل، وصارت بهمنا إنها تكون صارت هاي العملية بكل بأريحية بجهود متكاتفة طبعا ما بين الأمن، ما بين رؤساء رئيس القاعات مركز، والجميع كان كل متعاون معنا، حتى الناخبين المقترعين هم كانوا كلهم على أتم وجه من الوعي الكافي، لأنه هذا هو اليوم عرس وطني للجميع، فبنتأمل النجاح للجميع وأهلا وسهلا فيكم. ويأمل الأردنيون بكافة أطيافهم أن يكون ممثلوهم في المجلس النيابي 18 على قدر كبير من المسؤولية لمعالجة كثير من القضايا والهموم التي أشغلت الشارع الأردني طوال السنوات الماضية، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية والفقر والبطالة والتعليم والطاقة وغيرها من القضايا الأخرى.